معنا لمزيد من التفاصيل بشأن أحكام الإعدام في العراق على خلفية مجزرة سبايكر ومنع نازحي صلاح الدين من العودة إلى مناطقهم، معنا المحامي السيد كامل حساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات. سيد كامل، السلام عليكم. بداية، كيف تنظرون إلى أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بحق من اتهمتهم المحكمة بالاشتراك في مجزرة سبايكر؟ يا سيدي، هذه قضية قام بها مجموعة أدرية في محاولة تغطية على المتهمين الكبار المالكية والقيادات العسكرية والأمنية اللي كانت مسؤولة على جريمة سبايكر. في المرة الأولى حكموا على حوالي 28 متهم بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام بفضيحة تنفيذية من قبل وزير العدل في سجن الناصرية باستعراض كاذب في محاولة طمطمة جريمة سبايكر وإرضاء أهالي الضحايا. والآن المحكمة المركزية اللي أصبحت محكمة أسوأ من محكمة الثورة، الآن حكمت بعدد من المتهمين منهم الأبرياء بالتأكيد في نفس الغاية لمحاولة إرضاء أهالي الضحايا وتجنيد المالكي وبقية القيادات العسكرية. أستاذ كامل، منظمة العفو الدولية أكدت أنه ربما كان من بين من جرى إعدامهم أبرياء، إلى أي مدى ترى أن هذا القرار، يعني ما جرى، يمكن كان بدوافع طائفية من وجهة نظركم؟ الحقيقة ليس الدوافع القائدية، وإنما هناك دوافع سياسية الغاية منها إرضاء القيادات المتهمة، وثانيا إرضاء أهالي الضحايا اللي استشهدوا في جريمة سبايكر. وكذلك بالنسبة للمحكمة، الآن هي محكمة ملوثة بمؤامرات قضائية ومنافع شخصية للقضاة ومنافع وظيفية. يعني ودليل الأستاذ ماجد العربي اللي كان هو يقود جوقة المحكمة المركزية، الآن تم تعيينه وتكريمه في رئاسة محكمة استئناف الرصاصة، إذا سمعت بهذا الخبر. طيب أستاذ كامل، يعني لماذا يراد تسريع تنفيذ أحكام الإعدام؟ يعني وخصوصا هناك مسؤولون سياسيون وعسكريون أيضا في تلك الحقبة، يعني المالكي مثلا، يعني ألا يعد أيضا مسؤولا عما جرى؟ نعم بالضبط. يعني أنا أنت للمحكمة إذا هي تبعث الإجراءات الأصولية اللي تطلبها قانون أصول المحاكمات الجزائية، هل استدعت القائد العام للقوى المسلحة؟ هل استدعت القوات القريبين من القائد العام المسلحة؟ هل سألت الناس المسؤولين المحليين في محافظة صلاح الدين؟ كل هذا لم يجري، وكل التحقيقات اجريت بالظلام، وكما قال النائب طارق الشيخ خزعل اعترف واقر بانه لا يمكن لاحد ان يتدخل في التحقيقات الجاريه، واقر في برنامج تلفزيوني انه شخصيا وبعض القضاة منعوا حتى المحامين من الدفاع عن المتهمين بجريمه سبايكر لدواعي امنيه. إذا كانت الحكومة تقوم بإعدام المتهمين بالمجزرة، لماذا تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم في محافظة صلاح الدين؟ يعني هذه مخالفة دستورية وقانونية. لا أدري لماذا النازحون لا يستطيعون أن يقيموا الدعاوى على القائد العام للقوى المسلحة لكون المسؤول الأول، كون قائد عسكري وكون المسؤول التنفيذي الحكومي الأول. خاصة الدستور المادة 44 تمنع الحكومة من حرمان المواطن من العودة إلى مسكنه إلى وطنه، كذلك حرمان أي شخص من الدفاع واستغلال مسكنه وأملاكه، تعتبر مخالفة دستورية وقانونية. وما أعرف الضحايا من النازحين الممنوعين من العودة لماذا لم يلجؤوا الى القضاء لمحاسبه
رئيس الوزراء العباسي على هذا الموضوع. ايضا من الناحيه، نعم استاذ كامل، يعني استاذ كامل، من الناحيه القانونيه امام ما يجري في الوقت الذي تبحث فيه او تبحث فيه قضيه مجزره سبايكر وتصدر احكام بشانها، لماذا ايضا تؤخر الحكومه البحث بمصير المختطفين من الانبار ومناطق اخرى، والذين قد يكون تم ارتكاب جريمه اعدام ضدهم كما جرى في سبايكر؟ يا سيدي، هذا مرتبط بالفشل الحكومي، السلطات الحكوميه والنيابيه والسلطه القضائيه هي سلطات فاشله لا يمكن ان يعول عليها في البحث عن مصير قيادات تختفي، كيف اذا كانوا من البسطاء؟ يعني فالموضوع مستحيل في ضوء الفوضى وفقدان السيطره على الاوضاع داخل العاصمه وخارج العاصمه. لا يمكن ان تعود على حكومه او قيادات ان تجد ناس مختفين او تم تنفيذ احكام الاعدام وتصفياتهم الى اخره. نشكرك شكرا جزيلا سيد كامل الحساني، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، كنت معنا في هذه النشرة، شكرا لك.